خلال الحرب وقعية. خلال الحرب اللي صارت باخر مره بغزه كنت موجود انت؟ انا حضرت حرب 2008 و2012 الحرب الاخيره يعني شو بدي اقول لك شبه كنت موجود لكن انا ما كنت يومية. طبعا 24 ساعه شو بتعمل لغزه؟ يعني انت انت سفير خاص لوكاله الامم المتحده لاغاثه اللاجئين، انت اول سفير لنوايا الحسن ادم بالأونروا. محمد اولا ليس رجل سياسي، صدقني انه يمكن قليل من الناس بيعرف انه اكثر من 50%، وصدقني اذا ما ببالغ بقول لك اكثر من 70% من حفلات محمد كانت لمشاريع خيريه للمخيمات الفلسطينيه، لبعض المؤسسات في فلسطين. اشتغلت بالموضوع الخيري كثير، موضوع اللي هو مع الأونروا، عملنا مؤاخاة مع بعض المؤسسات الداعمة، موضوع إعادة إعمار قطاع غزة بعد المؤسسات. بس أدي أثرت عليك لما منعت أنك تغني أو لم يسمح لك أنه يكون عندك حفلة بغزة، وهذا كان حلم لك أنك أنت تغني يعني بغزة؟ شوف هذه غصة صراحة.